Choosing the correct verb tense. اختيار صيغة زمن الفعل الصحيحة. 1. هل صيغة زمن الفعل تساوي الزمن؟ ليس دائما. 2. الموقف وكلمات الزمن تحدد الزمن. 3. الزمن يختار صيغة زمن الفعل وليس الوضع الآخر. 4. زمن المضارع الآن. زمن المضارع المستمر. I'm eating my dinner right now. زمن المضارع للأفعال بدون حدث. I want some chocolate ice cream. 5. زمن المستقبل. المستقبل مع will. I will leave tomorrow. المستقبل مع be going to. I'm going to leave tomorrow. زمن المستقبل المستمر. I will be leaving tomorrow. المستقبل بواسطة زمن المضارع المستمر. I'm leaving tomorrow. المستقبل بواسطة زمن المضارع. I leave tomorrow. 6. زمن الماضي الحقائق. استخدم زمن الماضي البسيط فقط. I ate my breakfast at 7 this morning. العلاقة بين زمنين. I had eaten my breakfast when my roommate left. علاقة بين الأحداث. I was eating my breakfast when the telephone rang. Grammar exercises. أكمل الجمل الآتية مستخدماً الأفعال الآتية. Go, goes, going, went, or gone.